محدش يقولي مقاطع ومش مقاطع على اي حاجه. اللي انا مش عاجباه هو مش عايزه اي حد ينظر عليا، انا مخنوقه. لآخر مرة هقول لكم، أنا ماضي عقود فيها شروط جزائية، في عقود مضيتها بعد الأحداث بتاعت غزة بكل صراحة، وفي عقود مضيتها قبل، بقالها سنين يعني، بقالي سنين امباسدر للبراندز دي. فسواء كانت دي أو دي، أنا عندي التزامات مادية. لو أنتوا عايزين تيجوا تدفعوها لي تفضلوا ادفعوها لي، وبعد كده اتفضلوا نصدروا. جبت بقى كيس، بص انا معرفش ده مقاطعه ولا لا، بس هو دوت اللي انا على طول بجيبه اللي هو البخيرو ده. ماشي، قدرت توصل للمقاطعه؟ يا خلاصي السكر ده. ازاي نجم كبير زي ده عنده الشعبية دي وعنده القاعدة الجماهيرية دي، محترمش جمهوره ومحترمش شعبه، وعشان خاطر الفلوس راح عمل اعلان لشيبسي؟